هل ترك الفرج في الصلاة أو في الصفوف يفسد الصلاة؟ لا يفسد الصلاة لكن ينقصها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج ورص الصفوف إذا أمكن ذلك، أما في الحرم ما يمكن هذا لكثرة الناس ولسعة الحرم، من يبي يقعد يصف الناس ويرتبهم؟ صعب هذا. فمسألة الحرم يتسامح فيها، أما في غير المسجد الحرام المساجد المحصورة فلا بد من تسوية الصفوف ولا بد من سد الفرج. نعم.